سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة. وجه سيادته ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وده بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال. وكمان وجه سيادته بالتوسع في تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للأكواد العالمية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء السيد غالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء طبيب أعيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة. وقد وجه السيد الرئيس ببدء إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع الشركات الأجنبية العريقة في هذا المجال، وذلك لدعم المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الحياة اليومية بشكل طبيعي. كما وجه سيادته كذلك بالتوسع في تهيئة مرافق الدولة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للأكواد العالمية في هذا المجال. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لوضع تصور شامل لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وذلك وفقا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، حيث تم عرض نتائج الاتصالات التي تمت مع مختلف الشركات العالمية، فضلا عن الزيارات الميدانية الخارجية للاطلاع على أحدث الإمكانات في هذا المجال، سعيا نحو إقامة المجمع من خلال محاور عدة رئيسية أهمها إنتاج مكونات عالية الجودة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعزيز البحث العلمي والتطوير، أخذا في الاعتبار أن المجمع من المقرر أن يشتمل على مجموعة من المصانع المتخصصة في إنتاج مكونات الأطراف الصناعية وأجهزة الشلل والجبائر والمواد سابقة التصنيع والكراسي المتحركة ومساعدات الحركة والأحذية الطبية ومنتجات السيليكون. وقد وجه السيد الرئيس بالاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بأعداد المستفيدين وحجم الطلب المحلي، وكذلك بحث فرص إشراك القطاع الخاص المصري من ذوي الخبرة في هذا المجال. طبعا مما لا شك فيه أن الدولة بتضع ضمن أولوياتها الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وذوي الإعاقات المختلفة. عندنا منظومة اسمها منظومة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، دي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، والهدف منها أن احنا نوفر الأجهزة التعويضية للمحتاجين، لكل واحد عنده إعاقة في مكان ما سواء في إيد أو في رجل أو في كده، بيتم توفير هذا الجهاز التعويضي، يتم إنتاج هذا الجهاز كمان في مصر، وزي ما تابعنا من خلال التقرير بالاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال. بندخل على الموقع بتاع وزارة التضامن الاجتماعي، بنسجل بيانات، ودي ميزة برضو لأن الدولة بيكون عندها قاعدة بيانات لذوي القدرات الخاصة عشان بعد كده إمكانية توظيفهم في أماكن تناسب إعاقتهم المختلفة. طبعا بيتم عمل اللازم، عمل فحوصات طبية عشان نعرف بالظبط هو محتاج إيه الجهاز تحديدا اللي هو محتاجه، بيتم تصنيع الجهاز مخصوص عشانه، بيروح يستلم الجهاز، بيتدرب على تركيبه، بيتدرب على صيانته، بحيث انه ما بيحتاجش بعد كده انه يروح مستشفى او يروح لدكتور. بالنسبة لتكلفة هذا الجهاز غير القادرين بيتعمل عليهم بحث اجتماعي، والرئيس كلف بأن الدولة هي اللي تقوم بده بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. بالضبط الشاذلي، يمكن دي نقطة عايزة أقف عندها، مسألة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ما هياش
قضية الدولة بس، هي قضية مجتمعية. علشان تتغير مع كل هذه الجهود اللي بتعملها الدولة لازم كمان ثقافتنا احنا كشعب في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة تكون مختلفة، لأنه الحقيقة هو حقهم زي أي مواطن عادي، حقهم اللي بيكفل الدستور إنهم يعيشوا حياة طبيعية سهلة، يعني يكون متوفر فيها كل سبل الحياة الطبيعية زيهم زي أي حد، ده حقهم علينا جميعا. والحقيقة إنه ده مش هينجح غير بإيماننا كلنا وتشكيل ثقافة مجتمعية جديدة قايمة على دمج ذوي القدرات الخاصة في كل شيء، بداية من التعليم، وبعد كده احنا لو بنتكلم على الوظائف وشغلهم للوظائف اللي بيستحقوها. والحقيقة إنه لما بيبقى فيه اهتمام بذوي القدرات الخاصة بنشوف طاقات جبارة طالعة من ذوي القدرات الخاصة، وبنفضل نتكلم عنهم يمكن ما بنشوفهاش من البني آدم اللي يعني الطبيعي اللي ما عندوش مشكلة ما. فمسألة الاهتمام بذوي القدرات الخاصة ده حق طبيعي جدا ليهم في الحياة. بكل تأكيد. امبارح كان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت، واللي منها متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي اللي كلف فيه سيادة الرئيس والمركز الإعلامي كمان لمجلس الوزراء، نشر تقرير حول تراجع معدلات البطالة لأقل مستوى من 30 سنة، بالإضافة إلى أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي كرم عدد من المتميزين من رجال قوات حرس الحدود. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الاقتصادي اللي كلف بيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال رئيس الوزراء إن الدولة حريصة على صياغة حوار بناء مشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال علشان يخرج المؤتمر الاقتصادي بالنتائج المرجوة ويكون فيه استفادة من كل الآراء المطروحة. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير بعنوان المشروعات القومية الكبرى تجبر معدل البطالة على التراجع ليسجل أقل مستوى له منذ أكثر من 30 عاماً. التقرير تضمن إنفوجرافات بتوضح خطط التنمية والتشغيل ورفع كفاءة سوق العمل. وأشار التقرير كمان إلى أن المشروعات القومية كثيفة العمالة لعبت دور كبير في دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج وتحسن سوق العمل، ده غير حرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وده ساهم في رفع معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع عدد من مقاتلي قوات حرس الحدود. اللقاء ده بيأتي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية اللي بتقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها تجاه مختلف الموضوعات اللي بترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. واللقاء كان بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، وقام وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتكريم عدد من المتميزين من رجال قوات حرس الحدود. زي ما شفنا وتابعنا من ضمن الاخبار اللي حصلت امبارح متابع الدكتور مصطفى مدبولي للاستعدادات الخاصه بالمؤتمر الاقتصادي اللي دعا ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه دعا المؤتمر الاقتصادي؟ لان الوضع الاقتصادي العالمي في ازمه، فبالتالي احنا عايزين نشوف ايه الحلول اللي نقدر نخرج بيها من هذه الازمه ويكون في اقل الخسائر الممكنه. عارفين ان الوضع في العالم كله في صعوبه، ودي مش اول مره بالمناسبه مصر تدعو الى مؤتمر اقتصادي. نتذكر جميعا المؤتمر الاقتصادي بتاع شرم الشيخ في مارس من عام 2015 واللي خرج بمجموعه من التوصيات وفتح فرص استثماريه، تم تنفيذ العديد من هذه الاستثمارات خلال الفتره الماضيه. اهميه هذا المؤتمر الحالي ان احنا بنقعد، الحكومه بتقعد مع الخبراء والمختصين، مع رجال الاعمال، مع المستثمرين المحليين وغير المحليين، كله بيبقى قاعد مع بعضه عشان في النهايه نضع حلول لما يحدث، نضع اقتراحات وتوصيات يمكن تطبيقها، وفي النهايه تعود في النهايه طبعا بكل تاكيد على الاقتصاد المصري. صحيح، يعني مساله الاخذ براي الخبراء، شرح الفرص الاستثماريه اللي موجوده في مصر، كمان مواجهه التحديات اللي بتحصل عالميا وداخليا في مساله الاقتصاد بقت يعني شيء غايه في الاهميه، والجهود اللي عملتها الدوله والفرص الاستثماريه الجديده المتاحه في مصر والمجالات المختلفه اللي مصر بقت بتدخلها زي مجالات الطاقه الخضراء والفرص الاستثماريه الوعيده اللي موجوده في مصر، كل ده يتم عرضه من خلال هذه المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي للمحافظات، ومعنا النهاردة مجموعة كده من الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح. وأهم هذه الأخبار هو الانتهاء من 5 مشروعات خدمية وتنموية في الشرقية،
وأيضا إعفاء طلاب ذوي الهمم من الرسوم والمصروفات الدراسية في الوادي الجديد. وكمان في محافظة شمال سيناء تم إنشاء 6 تجمعات تنموية بمركز نخل، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الشرقية اللي تم فيها الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بقطاع الأبنية التعليمية وقطاع الإسكان بتكلفة 38 مليون و800 ألف جنيه. في كفر الشيخ قال المحافظ اللواء جمال نور الدين إنه هيتم توزيع 15924 كارت تكافل وكرامة على المستفيدين بمنازلهم خلال الأسبوع اللي جاي لبدء صرف مستحقاتهم. في السويس بيتم تطوير ورفع كفاءة ودهان واجهات عمارات المناطق السكنية القديمة اللي عددهم حوالي 35 منطقة سكنية. وقال محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر إن عدد العمارات اللي بيتم صيانتها ورفع كفاءتها أكثر من 2000 عمارة منتشرة بأحياء السويس الخمسة بتكلفة تخطت 900 مليون جنيه. في الفيوم تم الموافقة على مقترح إقامة سوق نموذجي لبيع المواشي بمنطقة دامو على مساحة حوالي 17 فدان. وخلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة تم مناقشة توفير مواقف بديلة لسيارات الأجرة بالتنسيق مع مسؤول المرور والمواقف لحين إنشاء الموقف النموذجي المتكامل. في جنوب سيناء أجرى المحافظ اللواء خالد فودة جولة ميدانية تابع خلالها العمل بإنشاء الميادين الجديدة، وقال إنه بيتم العمل في 15 ميدان جديد ضمن الاستعدادات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ وتحول شرم الشيخ لمدينة خضراء ذكية. في الوادي الجديد وجه المحافظ اللواء محمد الزملوط بحصر أعداد جميع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة لإعفائهم من كامل المصروفات والرسوم المدرسية، وده بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بالمحافظة. في المنيا أعلنت مديرية الصحة توقيع الكشف الطبي على 100,000 طفل من حديث الولادة من يناير ولحد نهاية أغسطس 2022، وده في إطار المبادرة الرئاسية وحرصاً على صحة الطفل المصري. في شمال سيناء أعلن المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة إنشاء 6 تجمعات تنموية بمركز نخل، كل تجمع بيحتوي ما بين 100 ل 120 أسرة، وده في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء. في الإسكندرية قال الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث إنه في 71 مقترح لمبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الدراسات العليا والبحوث اللي تم إغلاق التقدم ليها في 15 أغسطس اللي فات، وبلغت قيمة تكاليف مكافأة النشر العلمي 40 مليون جنيه.